موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل ما خلا واحدة. رجل جمال عند باعر يقول له: بس واحدة غلط عندك، يا ريت تصلحها يا صفوان. رجل راعي إبل ما عنده آيباد، ما عنده أنترنت، ما عنده أنترنت ولا عنده أجهزة تكنولوجيا معقدة ولا يعرف شغلات التفصيل. راعي باعر إبل مسجوز ما تقبله صديق، مو مثقف. يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل ما خلا واحدة. عندك باعر، عندك جمال تأجرها لهارون العباسي أيام الحج. قال له: سيدي، ما يروح بها لله ولا للطرب، لبيت الله الحرام. قال: أتحب بقاءه حتى تأخذ منه الكراء؟ قال: بلى. قال: من أحب بقاءه فهو من؟ كيف بك لو نودي عليك بأعوان الظلم يوم القيامة؟ شنو كان رد صفوان الجمال؟ رد صفوان الجمال رجع قام باع الإبل كلها ورجع قعد يم الإمام. قال له: سيدي، هاي الوحدة الغلط صلحتها، الإبل كلها بعتها. ربك قال: الآن إذا عندي مهنة، إذا عندي تريلات، إذا عندي مقاولات، إذا عندي أنا جعفر ممارسات، وتتناغم تتقاطع مع الدين، تتناغم مع أهل المادة، مع أهل الدنيا، مع أهل المصالح الدنيوية، والإمام المعصوم من تعرض عليه يقول لي: بطلها، أبطل منها؟ أبطل منها؟ أبيع أغراضي؟ أبيع شغلي؟ مو شغلنا ثلاثة أرباع سنسولف ولا ناس بنت عمارات وبنت محلات وبنت دنيا وصار ممتلكات وإمكانيات من الربا، ودرهم من الربا أعظم عند الله من 36 زنية. لو يجي الإمام المعصوم يقول: هاي أموالك حرام كلها، تعيدها لأهلها، يعيدها، لو يشتم الإمام ويقوم.